يعني اولا اليوم جينا يعني في هذه الوقفه هذه حاول ان الجهاز يعني من كل مناطق المملكه انه يجي من الدخله من وجده من العيون باش يوصل للمواطن انه هناك واحد المطالب ديال هذا الجهاز واحد المطالب اللي هو مسكوت عليها. واليوم احنا بغينا نقولوا للحكومه يعني في الشخص اولا الوزير ديالنا والحكومه بصفه عامه ان هناك واحد المطالب وهاد الناس هادو ما هيبقاو ساكتين. اليوم احنا اللي جينا لهنايا باش اننا نقولوا هناك واحد المطالب واحد الملف مطلبي خصنا ولابد يعني اول اكيد يعني اللي كيجي يعني في الشعار الاول ديالو هو النظام الاساسي. وثانيا هناك بالنسبه لنا حنايا الا كنا اطفائيين اجتماعيين داخل المقاولات وباب اولى اننا تكون عندنا وسائل ديال الاطفاء. وشكرا.